كل حاجة يا نورة، بس ما تقلقيش أنا أقدر أساعدك. لا نهاية للألم، والموت محتوم. أهلا، واضح أنا غفران. ليه ما قلتش لحد قبل كده؟ أنا بتكلم وأنا نايمة. أنا لسه أغير حاجات كتير، يعني أنا مثلا نفسي قوي قوي أبقى طويلة وأبقى فت، بس دي حاجات لا تشترى. صراصير، مولان. كنت بحب أركب عجل قوي، وكنت بحب ألعب كورة مع أولاد عمتي كده، بحب أضربهم ودخل أجوان فيهم حاجات دي. لا، ده أنا اتحطيت كتير. أنا دايماً من كتر ما أنا واثقة في نفسي دايماً ببقى الليدر بتاع أي حد ماشي معايا، يعني سواء واحد صاحبي، واحدة صاحبتي، مامتي، أختي كده يعني. فكنت دايماً في أي مكان فيه إزاز، معرفش ليه بتحصل معايا دايماً، بقول لهم يا جماعة مش ورايا بمنتهى الثقة، وبروح لابسة في الإزاز يعني. وكتير بقى يعني أوقات مناخيري تجيب دم وبتاع، وبلاقي ماما بتضحك عيني، فخلاص تعودوا يعني. ان انا طول الوقت بكلم نفسي وبفكر مع نفسي وبعمل رياكشنات غريبه، ممكن يعني حد تاني ما يعرفنيش يقول عليا مجنونه. بفضل قاعده ساكته بتاع ساعه تقريبا، ما بحبش اتكلم مع حد، بس وبفهم الموضوع ده لماما كتير، هي واختي، بس مفيش حاجه. اتخنت من الشخص اللي كنت مرتبطه بيه قبل كده. حنيتي، انا مش زي اي حد. انا كنت عارفه انك هتقولي كده، بس كلكم في الاخر بتغرقوني.